لنا عودة. نعاود نقول لكم واحد السلام عليكم. بما ان هذه تتمة ديال الفيديو الاخر دي عجلنا فيه، مابغيتش نحط كل شيء هكا باش ما نخوش على كل شيء. كما كتشوفوا هنا العجينه اللي عجلنا في الاخر، وبقى هذا مسخ. اسهل طريقه زعما اللي باش نقيوه، هانتوما شفتوا كما كتشوف لكم انا بقى مسخ بالعجينه هكا، كتبان لكم لاصقه تما لداخل. درت فيه الماء بارد وغادي نرجع هنايا حيت يلا عاود شعلته. غادي سميتو غادي ندير فيه الاخر، ندير بحال ندير نصو بلاتي تاك تاك بلاتي. بون غادي نرجع هنايا ندير لا طومبيراتور هنايا كيما قلت لكم، غندير واحد لا طومبيراتور، غندير لا طومبيراتور عاليه سخونه دغيا هكا باش هذاك الشيء يتصاوب. المهم درت فيه هنايا 70 لا طومبيراتور، وهنايا في السرعه هذا غادي ندير ليها ندير لها 4، وهنا غنديرها واحد الدقيقه، غندير لها 45 ثانيه ما كملاش دقيقه. نسدوها غنسدها ونعاود نعاود نرجع معاكم نديروا ليها اماش ديجا نعاود نرجع معاكم. دابا كملات، نحاولوا كما كنقول لكم هذا خيط تحيد هو الاول باش ما يطيحش هكا، باش من نحلوا هادي نقلبوها كما كتشوفوا كتبان لكم لا فيم هنايا السخونيه. ثلاث شي اللي خرجوا الصراحه عجيب ديال السخونيه دغيا دغيا في ساعه. هانتوما هالاخر انا غادي نخويه، نخويه هاد الماء هذا نورمالمون راه طلع كاع داك الوسخ من الفوق، غنخويه ونحاول نشلو دغيا دغيا ونرجع معاكم. هانتوما كما شفتوا دوزت عليها شويه ديال الماء سخون، من بعد دوزت عليها واحد البونجا هكا بيت في وهاكي خرجات صافي. داك النقيطات هنايا صافي هنايا كنظن كورا درت ليها درجه الحراره سخونه على هكا كان يقدر يكون يخرج احسن. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويعطيكم واحد الاستفاده. الى فيديو قادم ان شاء الله.